من حمص ومراسل الإخبارية السورية هناك، يطلعنا على آخر التطورات الميدانية وإنجازات الجيش العربي السوري في هذه الجبهة. أسامة، إليك، ما هي آخر التطورات؟ نعم رنا، تحية لك وتحية لمشاهدينا. تواصل وحدات الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوى الردفة بالتقدم في ريف حمص الشرقي وتوسيع نطاق السيطرة على اتجاه مدينة تدمر وحقول النفط والغاز، وذلك مع اشتداد المعارك في منطقة البيارات الغربية غربي تدمر. وحدات الجيش العربي السوري كانت قد تقدمت بمسافة بعمق 2 كيلومتر في منطقة البيارات، وذلك بعد سيطرتها على قرية الكلابية في البيارات الغربية وعلى ومنطقة الصمامات بعد معارك عنيفة مع رهابية تنظيم داعش، تكبد خلالها تنظيم داعش خسائر كبيرة في العتاد وإرواح، فيما تعمل وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري على تفكيك عشرات العبوات الناسفة التي زرعها رهابية تنظيم داعش في منطقة البيارات. طبعا تقدم الجيش العربي السوري جاء في منطقة البيارات بعد سيطرته على منطقة مرهطان ومفرق حيان، وهاتان النقطتين اللتان نقاط ارتكاز لعملية الجيش العربي السوري بالتقدم باتجاه مدينة تدمر وحقول النفط والغاز، مع متابعة الجيش العربي السوري لعملياته من محور مرهطان باتجاه جبال الطفير. ستتابع العملية باتجاه جبل هيال الاستراتيجي، هذا جبل الذي يشرف ناريا على منطقة المثلث غربي تدمر، والذي باتت وحدات الجيش العربي السوري على مسافة أقل من 15 كيلومتر من منطقة المثلث الاستراتيجي، والتي تعتبر بوابة الدخول إلى مدينة تدمر. أيضا جبل هيال يشرف ناريا على طريق عام تدمر دمشق. بعد سيطرة الجيش العربي السوري على مفرق حيان، تابت التقدم من هذا المحور باتجاه معمل حيان الغاز وسيطرت عليه وعلى تلال المحيطة به، وتابع التقدم باتجاه حقل الجزر النفطي الذي تدور حاليا فيه معارك عنيفة بين وحدات الجيش العربي السوري ورهابية تنظيم داعش، تزامنا مع استهداف سلاح الطيران في الجيش العربي السوري تحركات إرهابية تنظيم داعش في محيط حقل الجزر النفطي وفي محيط حقل جزر شاعر وايضا في حقول اشحار. عمليه الجيش العربي السوري مستمره في تلك المنطقه باتجاه مدينه تدمر وحقول الغاز كما ذكرنا، بالانتقال الى عمليات الجيش العربي السوري بريف حمص الشمالي. لا تغير على خارطه المعارك في تلك المنطقه، حيث اقتصرت عمليات الجيش العربي السوري على استهداف تحركات وتجمعات ارهابيه جبهه النصره، في حين استهدفت المجموعات الارهابيه قريه عين الدنانير شمال غرب المشرفة بعدد من القذائف الصاروخية من جهة بلدة عين حسين الجنوبية التي تتواجد فيها مجموعات إرهابية تابعة لجبهة النصرة. على الفور ردت وحدة من الجيش العربي السوري بالتعاون مع الدفاع الوطني على مصادر إطلاق هذه القذائف، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين. هذه كانت آخر التطورات الميدانية رنا خلال الساعات الماضية في ريفي حمص الشمالي والشرقي. عودة إليك في الاستديو. شكرا جزيلا لك أسامة ديوب، مراسل الإخبارية السورية من حمص. كنت